اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهار النهارده كابتني طبعا كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ازيك كابتن هشام؟ الحمد لله كابتن اسامه، يعني تحياتي ليك واسره البرنامج، واكيد بتشرف انك تكون معاك ان اكون معاك يعني زمان بعض عشان تعرف بس عشان تعرف الروح الفانيله الحمراء على طول دايما. والله قعدت افكر البس ايه يعني دي حقيقه فعلا بجد قعدت افكر، فالحمد لله يعني ايه اسهل لون اللون الاحمر اسهل لون دي حقيقه يعني يعني الناس بتحبك يعني تحب دايما تشوفنا واحنا باللون الاحمر دي حقيقه، والواحد بيبقى بيعيد ذكريات وهو اكيد بالشيرت الاحمر او اي حاجه لابسها حمراء بتبقى يعني تدينا روح كده بايام زمان، بالانتصار بايام زمان يعني. طب واحنا بنتكلم بقى عن روح الفانيله الحمراء ومش شعار يعني ده حقيقه، دي حقيقه فعلا، وكان فيها اخيرا مباراه الاهلي والاتحاد السكندري وفي الدقائق الاخيره وفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 وحسم اللقاء. عشت انت اللحظات دي بتاعت الثواني الاخيره واللحظات الاخيره دي يا كابتن هشام؟ عشتها كتير، عشتها فعلا كتير، يعني هي دي موروثات من زمان يعني من قبل ما اطلع الفريق الاول، وهي الروح دي موجوده وهي دي سمه لعيبه النادي الاهلي وسمه النظام داخل النادي الاهلي او المنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي في كل الالعاب، يعني بجانب الكوره والسله واليد والطايره كل الالعاب الرياضيه اللي في النادي الاهلي دي يا كابتن اسامه بتبقى روح انت يعني بتكتسبها من زمايلك ومن اللي قبليك. فانا اول ما طلعت الفريق الاول لا كلنا يعني ما شاء الله الفرقه كلها كانت ما شاء الله عندها روح قتاليه عاليه جدا، ازاي تحول الهزيمه لانتصار، ازاي انك تلعب لاخر دقيقه مع صفاره الحكم، كل الحاجات دي احنا عشناها واحنا صغيرين، واعتقد انت عشرت اللحظات الكبيره والجميله دي كتير في النادي الاهلي. هاجي لها بقى وانت مسؤول دلوقتي يعني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واكيد الخبرات دي بتنقلها بقى للاعيبه داخل القطاع. عايز بقى ارجع معاك شويه ونرجع بالذاكره بقى وانت ناشئ داخل النادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي انت كابتن هشام؟ انا دخلت وانا عندي 11 سنه يعني 11 سنه 11 سنه في النادي الاهلي، وكان عم طريق طالع في نادي الصيد انا وحازم امام ولعبنا ماتش ودي مع النادي الاهلي عندنا في نادي الصيد ساعتها، وجي كابتن ابراهيم عم صمد يعني قال لي كابتن مصطفى ابو جابر رحمه الله عليه يعني في نادي الصيد احنا عايزين اثنين لعيبه دول، هو حازم كان حازم امام فما كانش حد عارف ان هو حازم ابن حماده امام رحمه الله عليه يعني وهشام حنفي، ففعلا يعني الحمد لله قدرنا نمشي في الموضوع لغايه لما انا لعبت في النادي الاهلي. قعدنا ندور على حازم فكل ده يعني قلت لكابتن ابراهيم يا كابتن ابراهيم ده حازم حماده امام، قال لي يا نهار ابيض صعب جدا العمليات صعبه جدا جدا يعني فما ينفعش يعني. فمن ساعتها رحت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، يعني اللي اكتشفك يعني كابتن ابراهيم عصام. كابتن ابراهيم عصام دي حقيقه، هو اللي اختارني وهو اللي اصر، مع اني رحت الاختبارات على فكره يعني انا ما اتخذتش من النادي على الفريق، انا رحت اختبارات النادي الاهلي وكان موجود فيها طبعا عمالقه وهم قاعدين بيتفرجوا علينا كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه كان رئيس جهاز الكوره، وكابتن ابراهيم عصام هو كان مدرب الفريق، وكابتن مصطفى يونس كابتن رمضان السيد كابتن حسام بدري كل دول كانوا موجودين يعني ولفت النظر انا وانا صغير كتير يعني انا كان يعيبني يعني ان انا جسمي كان صغير عن كده كمان فقالوا لا ما ينفعش، كابتن ابراهيم اصر ان انا ابقى موجود في الفرقه يعني. اول بقى اول سنه او اول مباراه بدات تصعد بقى الفريق الاول اكيد دي ذكريات ما تقدرش تنساها طبعا اللحظات الاولى من الناشئين في الفريق الاول. بص اصل انا اتصعدت مرتين اول لحظه كانت سنه كان عندي 17 سنه وقتها انا مش فاكر كانت سنه 91 91 او 90 91 الموسم دوت كان الموسم ده كان ساعتها الدوري كان موقوف كابتن جوهري وكان معانا احنا مستر فايتسر، فهو كان تعرف هو اللي فرق معانا ايه يا كابتن اسامه ان احنا كنا بنتمرن في الجزيره في التتش فده اللي فرق ان كل الفرق موجوده بتتمرن تحت عين المدير الفني الكبير هو كان قريب فانت بتتمرن فالناس بتتفرج عليك فانا اللي صعدني ساعتها في التوقيت ده مستر فايتسر فهو لما صعدني 17 سنه بشوف نجوم كبيره قوي يعني يعني ما انت كنت بتتمنى بس تسلم عليهم كابتن خطيب كابتن طارق وزيد كابتن علاء بيهوب كابتن اكرامي كابتن ثابت كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه كابتن ربيع ياسين نجوم الفريق الاول انت دايما بتحلم انك تبقى انت مصدق انك هتطلع تتمرن تمرينه معاهم فدي وانت عندك 17 سنه فطلعنا في الفتره ديت بعد كده رجعت تاني ناشئين اتصعدت بالفعل بقى امتى مع الان هاريس اول سنه كان عندي 19 سنه فدي بقى اللحظه اللي هي تم اختياري كنت راجع منتخب اولمبي وراجع منتخب كان عندنا دوره الالعاب الافريقيه ورجعت وهو مفضله ان احنا نبقى موجودين في الفريق الاول فهو اتفرج دي الانطلاقه بقى دي الانطلاقه دي الانطلاقه الفعليه فعلا مع مستر الان هاريس يعني طب دلوقتي بقى انت غيرت الكارير من
ابتديت الاول مدرب، دلوقتي اصبحت نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع كابتن فتحي مبروك. العمليه اسهل ايه، تدريب ولا العمل الاداره يا كابتن هشام؟ وانت يعني مريت بظروف هنا وهنا. لا التدريب، تدريب التدريب يعني فيه متعه، في في حياتك الكرويه كلها انت بتنقلها بشكل كبير جدا للعيبه، يعني انت بيبقى ليك دور كبير جدا جدا في تحفيز اللعيبه، في تمرينهم، في تطوير ادائهم، كل الحاجات دي من خلالك، لان كل واحد بيبقى ليه دماغه، كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه ادائه. انت في القطاع في الاداره بيبقى انت ما بتجيش تقول للمدير الفني اعمل ايه وسوي ايه، انت عينك على الفرقه كلها، عينك على الفرقه كلها، بتشوف احسن العناصر مع المدير الفني، بتختاروا احسن عناصر اللي هم يقدروا يطوروا. فاكر الهدف ده الاول؟ طبعا، ما ده دي بداياتي، دي يعني بدايات، دي بداياتي طبعا. طبعا لا يعني لن انساها، لان في الفتره دي انا طلعت قبل الماتش ده لعبت 16 مباراه مع الفريق الاول، كنت طالع الحمد لله كويس قوي، بس دي اللي اثرت مع الجمهور، دي اللي علمت بشكل كبير جدا جدا مع جماهير النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي كلها يعني بالكامل. يعني كان ليا دور بشكل كبير في المباراه دي، وكان تحديدا قبل النهائي، وانك تحرز هدفين انا ما كنتش مصدق نفسي، خلي بالك انا فعلا عيطت، لاني مش مصدق نفسي ان انا ممكن في يوم زي ده ان انا اجيب هدفين، يعني كانت بالنسبه لي حاجه كبيره. ده طبعا الراحل العظيم كابتن صالح سليم رئيس يعني النادي الاهلي، يعني طبعا حاجه انا اتشرفت ان هو يعني حضرني وثلاث مرات اتكلم معايا يعني بصفه شخصيه، ودي كانت حاجه يعني كبيره جدا جدا بالنسبه لي يعني، ولن انسى له يوم ما رجعت من الاصابه، يعني كل المجلس كلمني، ومش قادر اقول لك يعني مكالمته، مكالمه كابتن حسن حمدي، مكالمه كابتن محمود الخطيب وهو موجود، حاجه دي فرقت معايا وانا في المانيا بعمل عمليه بعد طبعا التالق الكبير دوت يعني. فيعني ما انساش اللقطات الكبيره دي يا كابتن حسام. طبعا نرجع بقى لقطاع الناشئين والتولي المسؤوليه، يعني مع كابتن فتحي مبروك ما شاء الله على الارض الواقع محققين انجازات رغم لسه عدم انتهاء الموسم. ما شاء الله 2001 حسم البطوله باداء قوي قبل انتهاء البطوله بثلاث اربع اسابيع، نفس الكلام فريق 2000 برضو سوبر منطقه القاهره حسم البطوله قبلها بثلاث اربع اسابيع، وفي الطريق جايه بطوله الشباب 97. شايف الانجازات دي على الارض الواقع ازاي يا كابتن هشام؟ لا هي يعني بص، كل سنه بيبقى ليك امتيازات ونجاحات، بيبقى فيه اخفاقات طبعا ساعات وارد كتير جدا جدا بسبب التصعيد اللعيبه للسن الاكبر، ودي السياسه اللي احنا ماشيين بيها يعني كلنا في القطاع من خلال كابتن محمود الخطيب، ان هو المسؤول عن الكوره، هو المشرف على الكوره كلها، فلا تتخيل ان كابتن الخطيب ما بيسيبش لحظه الا ما بيسال على اللعيبه كلها وهم صغيرين وهم كبار. ده 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 دي ترتيب الفرق، ده ترتيب يعني الفرق كلها، ترتيب الفرق. ده دوري 2001 ما شاء الله النادي الاهلي حسم البطوله برصيد 81 نقطه من بدري، رغم ان البطوله دي كانت الاصعب، يعني السن ده الاصعب، كانه دوري ممتاز بالظبط، حقيقي ده حقيقه، يعني سن من هيبقى هم دول مستقبل الكره في النادي الاهلي. انت عندك لا يقل عن 13 لعيب ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظهم ويبعد عنهم الاصابات. هيكونوا اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي في الفريق الاول، يعني لو بيتم كمان تصعيد منهم لعيبه للفريق الاول، بنشوف حراس المرمى في الفريق الاول النهاردة. عربي بدر بيشارك، لسه كنت هقول لك شادي رضوان، والنهارده ما شاء الله كمان شادي كان معانا مداخله مع كابتن ربيع السين مدير الفني للمنتخب الشباب. سبع لاعبين من النادي الاهلي في منتخب الشباب، دي حقيقه يعني سبعه، وانا اعتقد ان كابتن ربيع كمان يعني حاطط عينه على لعيبه كتير جدا جدا على مستوى الجمهوريه، بالاخص النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله عنده قماشه كبيره جدا وقماشه مواهب، بجانب ان هم يعني ايه، ما في ناس يقول لك ايه دول، هم دول لعيبه الجيل اللي هم اقوياء، بينفذوا الاسلوب القططي في الملعب، التكتيكي في الملعب، لكن لا انت كمان عندك مواهب كويسه في الملعب، يعني كمان عندهم موهبه كبيره جدا يا كابتن اسامه، لعيبه كبيره، بتحس انك بتتعامل مع سن كبار مش صغيرين. زي ما بقول لك وباكد عليك ان اللعيبه دي بجانب عربي هيكون ليهم شأن كبير جدا جدا مع الفريق الاول. طيب وانت بتتكلم بقى وانت خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ومتربي جوه النادي الاهلي، فعلا عندنا وانت دلوقتي مسؤول عندنا ناشئين فعلا ان شاء الله يشيلوا للفريق الاول وبعد كده يكونوا موجودين في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ طبعا من بدايتهم من 2001، يعني في 2002 في محمود الباك رايت طبعا، محمود صابر وده في منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، ده برضه متصعد مع 2000، واحمد سيد عبد النبي برضه باك رايت في 2002 متصعد مع 2001 ومتصعد مع الكابتن ربيع. انا حفظت جميع اسماء اللاعبين في قطاع الناشئين، حتى البراعم عارفهم كلهم، لسه مش قوي بس عارفهم كل الفرق، حفظت كل اللاعبين في الحقيقه، يعني هم لعيبه تستاهل انك تحفظ اساميهم، لان هم مستقبل النادي الاهلي، هو ده دورنا ان احنا نبقى ازاي نفرغ لعيبه ونصعد لعيبه للفريق الاول، هو ده الاهم بالنسبه لنا النادي الاهلي،
يعني انت بتتكلم في يعني مستقبل وحاضر وكل حاجه يعني هو ده النادي الاهلي يعني. وده الخبر معانا طبعا من البوابه، اختيار 7 لاعبين من النادي الاهلي لمنتخب الشباب. طبعا بقول لك ده كمان في اكتر من كده كمان يعني ما شاء الله في لعيبه اكتر من كده المفروض يكونوا موجودين مع كابتن ربيع، بس كابتن ربيع ليه رؤيه بيقسم، هو بيقسم دايما اللعيبه اللي تبقى متواجده في كل فتره فهو دايما ممكن يبقى مره 3 ممكن يبقى 4 ممكن يبقى 7 كان قبل كده 11 فهو بيقسمه، واعتقد ان المراحل النهائيه اعتقد هيبقى النادي الاهلي ليه شكل كبير جدا وشيء كبير جدا في اللعيبه ان شاء الله. تمام، وانت بتتكلم في كلامك قلت كنا بنشوف الكابتن محمود الخطيب دايما واحنا صغيرين في الجزيره ومثل وقدوه، شايف بقى دلوقتي وانت مسؤول وكابتن محمود خطيب الزيارات المتكرره دايما القطاع الناشئ في النادي الاهلي ازاي؟ انا بقول لك دي حاجه بالنسبه لي انا مبسوط بيها جدا لان احنا واحنا في التتش كان انت اوريدي موجود عند الناس كلها فيعني الفريق الاول موجود بيتفرج عليك، المدير الفني موجود بيتفرج عليك، النهارده يعني فرق المسافه فرق طبعا للفرع في مدينه نصر وللتتش كل الناس موجوده فيه عشان يجي بنفسه المدير الفني يتفرج عليك، الامور صعبه جدا بتبقى صعبه انت عارف السكه والزحمه والمشوار وهو بيبقى مركز مع الفريق الاول اكتر فاللي بيعمل مجهود ده كبير قوي الكابتن محمود الخطيب بنفسه، فدي انا بالنسبه لي يعني ساعدني جدا لان يعني رئيس النادي وفي نفس الوقت هو المشرف عام على الكوره على الكوره كله على الكوره ونجم كبير يعني الناس كلها بتتمنى تتصور معاه وتتكلم معاه وتناقشه، فان هو يبقى موجود بنفسه ويتابع الفرقه اعتقد ان دي حاجه كبيره. بص دي احد المحاضرات مع الكابتن الخطيب في النادي، نصايح ودايما متواجد دايما هو اللي بنفسه، معش كده بقول لك كابتن اسامه دي قلمه لما تلاقيها في حد يعني لما يكون نجم فعلا مسؤول ومشرف على قطاع الكوره بنفسه هو اللي بيجي، دي حاجه كبيره جدا جدا فاعتقد ان اللعيبه لازم تستفاد بده اللعيبه نفسه، واحنا بنتكلم يعني كابتن فتحي على طول دايما بيتكلم مع اللعيبه ان ازاي ان انت تاخد المثل الكبير ده القدوه ان يبقى موجود ويجي يسلم عليك وبيجي يتكلم معاك ويبقى عارف، على فكره كابتن خطيب عارف تفاصيل التفاصيل يعني في تفاصيل يعني مش قادر اقول لك عليها يعني بجد هو عارفها، انا كنت بتفاجئ ان هو عارفها. خلي بالك انا يعني ببقى سعيد جدا لما بشوف طبعا في ماتشات الفريق الاول واشوف لعيبه من ناشئين النادي الاهلي، طبعا كل اللعيبه الثانيه بتأدي بنفس القوه، يعني علي معلول ده وهو بيلعب تحس ان هو خارج من قطاع ناشئين النادي الاهلي بالروح بتاعت الفانيلا الحمر، لكن ببقى سعيد لما بشوف شريف الكرامي والشناوي ورامي ربيعه وحسام عاشور وسعد سمير ومحمد هاني وكريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي كل ده قطاع ناشئين يعني مش عايز انسى هشام محمد واسلام محارب فده كله خارج من قطاع ناشئين النادي الاهلي. عمرو جمال هو ده بقى كله ومين تاني؟ عمرو جمال وعمرو جمال يعني فعلا عندنا منجم ذهب داخل قطاع الناشئين دي حقيقه موجود، وزي ما بقول لك والله يا كابتن اسامه دي حقيقه. النادي الاهلي انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي كلها ان فعلا عندك لعيبه من احسن اللعيبه اللي هتكون في مصر الفتره اللي جايه، هيشيلوا النادي الاهلي لفترات كبيره جدا جدا لان هم كلهم صغار في السن واعتقد ان دلوقتي اللي انت ذكرتهم دلوقتي حالا كل النجوم الموجوده في الفريق الاول يعني مع الخبرات الفتره اللي جايه هم لسه صغيرين خدوا خبرات كبيره جدا يعني انت بتتكلم في ناصر ماهر وعمرو جمال اللي انت قلتهم كلهم عشان ما عيدش الاسماء دول خدوا خبرات كبيره جدا وهم لسه صغيرين مواليد 97 يعني مواليد 97. طب وانت بتتكلم بقى عن 97 ما شاء الله 97 خلاص بيقترب ممكن متبقي له مباراه ويحسم الدوري بشكل رسمي، هو حسمها من مباراه المقاصه من ماتشين فاتوا المنافس بتاع ده كان المنافس في الدور الثاني تحديدا المقاصه كان جاي من بعيد قوي قدر يكسب كل ماتشاته فهو اللي كان قريب كان فارق 10 بونت بس هو كان قريب للنادي الاهلي معانا الجدول ترتيب فرق دوري الجمهوريه من 97 النادي الاهلي في الصداره برصيد 75 نقطه مصر مقصه في المركز الثاني برصيد 59 نقطه لكن مصر مقصه متبقي له مباراة عشان يتساوى مع النادي الاهلي فما شاء الله يعني فرق كبير بين خلاص انت حسمت البطوله من بدري اللعيبه فرقت السنه دي موضوع التصعيد ده يا كابتن اسامه فعلا ده بيفرق اللعيب نفسه خلاص عنده طموح دلوقتي الاول ما كانش عنده طموح النهارده اللعيب بقى عنده طموح ان انا اتصعد لل 97 اتصعد للفريق الاول شايفين ان في لعيبه من 2001 بتتصعد مع الفريق الاول ده بيدي حماس وبيدي ثقه زايده للعيبه انها تبقى متواجده بشكل كبير جدا مع الفريق الاول وان هم يبقوا عندهم دلوقتي الطموح ان يبقى متصاعد مع الفرقه الاكبر فكل واحد عايز بدل ما بيلعب فريقه عايز يبقى في الفرقه الاكبر طبعا لان هو شايف ان هو الدنيا قربت هو حاسس ان الدنيا بقت قريبه وحاسس ان اللعيبه الصغيره دلوقتي هي اللي بتلعب في الفريق الاول هي شايله الفريق الاول كمان يعني طب شفت السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي هي عمليه الاعارات بقى النهارده ما شاء الله في اعارات ناجحه على ارض الواقع عمار حمدي الاتحاد السكندري ما شاء الله يعني متالق مع الاتحاد السكندري
كمان متألق يعني مع منتخب مصر وهينضم كمان المنتخب الأولمبي ما شاء الله. برضو عندنا في جونة في عارات مهمة جدا طبعاً. أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، عمرو سعداوي، أكرم توفيق، الجزار، ما شاء الله أنا مش عايز أنسى حد، بس يعني في لعيبة مميزة. في عندنا كريم يحيى، في كريم يحيى في سموحة، سموحة فما شاء الله على ارض الواقع. كمان في احمد يحيى او احمد حاتم في أحمد نجوم حاتم في نجوم اف سي، نجوم اف سي باك ليفت. شايف السياسه دي اللي بيتبعها النادي الاهلي ازاي؟ دي في صالح النادي الاهلي. يعني دايما النادي الاهلي لما بيبقى ليه رؤيه او بيفكر في حاجه لمصلحه النادي الاهلي او مصلحه اللعيبه المصريه بالكامل، ان ده في النهايه هو هيفيد منتخب مصر وهيفيد هيفيد الانديه المصريه وهيفيد النادي الاهلي الاول المستفيد الاول في الكوره. ان انا بيبقى عندي اعراض اقدر استفاد منهم في اي وقت. اي حد بيرجع النهارده، شايف ناصر ماهر لما لعب وخد الفرصه بشكل كبير هو وكريم نيدفيد، النهارده بقى هم اساس اللعب في النادي الاهلي. فدي حاجه انا شايفها ان بتفيد اللعيب، بدل ما يبقى النهارده هو مقتصر لعبه على القطاع الناشئين وعلى الفرق اللي في الدوري. طبعا الدوري الناشئين طبعا مش زي الدوري الفريق الاول، لا طبعا، لا وخبرات أكبر. خبرات وفرق منافسات بشكل كبيره جدا جدا جدا. فالنهارده لما انت تطلع لعيب صغير في السن ان يبقى بيلعب على المستوى الكبير، دي خلاص بتديله ثقه وبيرجع خلاص. يعني انت شايف النهارده ما شاء الله عمار حمدي يعني عامل ازاي، يعني لفت النظر في توقيت صغير جدا 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 بقى في منتخب مصر، بقى في رقم واحد في نادي الاتحاد. وديك شايف حتى النادي الاهلي يعني ما شاء الله بيسيب اللعيبه بتلعب عادي، ما عندهاش مشكله خالص، ما فيش اي مشكله خالص. وعمار حمدي كان ممكن يجيب جول في ماتش الاتحاد اللي فات مع النادي الاهلي. فده ما شفناش مسؤول طلع ولا اي حد داخل النادي الاهلي قال ده عمار واللي بيلعب ضد النادي الاهلي. بالعكس، طول ما انت في النادي الاهلي دايما بتتعلم عادات وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي. لما بتلبس اي تيشيرت اي نادي تاني لازم تبقى الولاء بتاعك ليه. فالنهارده برضو تحيه لعمار حمدي، يعني ان انا بحبه جدا. عمار حمدي من اللعيبه الموهوبه فعلا داخل. دي حقيقه يا كابتن اسامه، يعني واعتقد ان كل اللعيبه دلوقتي بقت مثل كبير جدا جدا. زي ما اقول لك احنا عندنا كمان لعيبه تانيه نفسها تطلع، خلي بالك لعيبه كويسه قوي تقدر يعني الانديه تستفاد بيها والنادي الاهلي بعد كده يستفاد بيها. بس طبعا انت في اوقات بيبقى عندك قوام للفرقه لازم تبقى موجود بيه يعني، لكن ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى احسن كتير. يعني زي ما اتكلمنا برضو عن 97 واتكلمنا عن 2001، عندنا برضو نجاح على ارض الواقع سوبر فريق 2000 طبعا اللي حقق بطوله سوبر منطقه القاهره، وبرضو بطوله قويه مشارك فيها انديه النصر ووادي دجله والمقاولين العرب. بطوله قويه ما شاء الله، برضو يعني النادي الاهلي حقق البطوله قبل انتهاء باربع اسابيع. دي حقيقه. ويعني بص زي ما بقول لك كل مدربين النادي الاهلي ما شاء الله عليهم يعني عشان ما انساش حد فيهم، كل واحد بيشتغل عارف سياسه النادي الاهلي، عارف ازاي يوصل اللعيب ان هو يبقى لعيب بروميسنج للفريق الاول، ازاي يبقى يعني بيحافظ على تحقيق البطوله، ازاي بيحافظ عليها كمان. ما انا ممكن احقق بطوله سنه لكن ما احققهاش بعد كده زي انديه كتير يعني، لكن انك تحافظ على بطوله وانك تحقق دايما البطوله عندك اصرار بطوله، ده موجود في قطاع الناشئين كله الحمد لله. فال 2000 كمان عشان بس اتكلمنا عليهم، ابتديت لازم على 2000 الاول يعني بدايه اول ما ابتديت التدريب في النادي الاهلي ابتديت مع 2000 مع يعني 2000. انت اللي حطيت لا خلي بالك، لا انا بدات قبل كده كمان مع 96 لكن انا رحت ورجعت تاني اشتغلت مع 2000. ال2000 دي كانت هي بدايتي يعني كانت بدايتي، كانت فريق طالع من البراعم بيلعبوا 8 وجول وان انا اخدهم اول مره يلعبوا 11، لا كانت الامور صعبه جدا جدا وعانيت بشكل كبير، لكن في النهايه حققنا فريق للنادي الاهلي. عشان كده لسه كنت هكمل لك النقطه دي تحديدا، ان مواليد 2000 هو اللي دايما يعني بيفرغ لل 99 و 97 احسن لعيبه ما شاء الله، يعني قوام الفرقه هنا و 99 و 97 من الفريق 2000 وال 2000 عندك ما شاء الله كمان يعني مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان مع الفريق الاول على طول يعني. فلا في عناصر ما شاء الله عليهم لعيبه كويسه قوي هيبقوا موجودين ان شاء الله. تمام. وبرده من برنامج الاشبال بشكر كل الناس اللي بيتابعونا دايما وبيبعتوا لنا رسائل خلال يعني صفحه الفيسبوك او رسائل شخصيه عن برنامج الاشبال. جات لي رساله مهمه جدا دلوقتي حابب برضه اقولها لكم على الهواء من راجل اهلاوي جدا، الحاج عبد الوهاب توفيق، يعني من السعوديه، من الناس المحبه جدا للاهلي. بيقول لي برنامجك يمثل اضافه كبيره للقناه والنادي والرياضه بقيمها الراقيه. كنت اود ان تشير لواقع التزوير ناشئ المقاولين العرب كلمنا عنها، ان تذكر شيئا عن اهتمام نادي المقاولين منذ انشائه بالقيم والاخلاق والروح الرياضيه. طبعا كل التحيه للمسؤولين داخل المقاولين العرب، كل التحيه للمدربين داخل المقاولين العرب. نادي المقاولين العرب صرح كبير قدم للكره المصريه محمد صلاح نجم مصر الاول وايضا محمد النني لمنتخب مصر. دايما نادي المقاولين العرب لما اتكلمنا، لا احنا يعني دايما بنشيد بنادي المقاولين العرب
ودايما حتى يعني اسهاماته مع منطقه القاهره في توفير دايما ملاعبه للمهرجانات كمان في البراعم ومدارس الكوره. فلا احنا طبعا من حي مليون عرب، وحاله التزوير دي لا يعني احنا ممكن تكون من لاعب، لكن ان شاء الله يكون منطقه القاهره وكمان المسؤولين داخل منطقه المولين العرب يعني يتصدوا كمان لهذه الظاهره، وكل الانديه تتصدى لهذه الظاهره. كابتن هشام عايز اخذك لنقطه برضو مهمه، وانت بتتكلم قلت لي دايما كنا بنتمرن جنب الفريق الاول في نادي الجزيره، كان دايما في رؤيه دايما قريبين من الفريق الاول. دلوقتي التمرينات والتدريبات ومباريات انتقلت مدينه نصر، لكن احنا عملنا تجربه السنه دي لاول مره، هي تجربه اذاعه المباريات على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. بدانا نقرب الصوره ونعرف مش الفريق الاول، لا ده احنا بدانا نعرف كل جمهور النادي الاهلي المواهب الموجوده داخل القطاع. شايف التجربه دي ازاي، خاصه كمان ان احنا زعنا لل 97، زعنا لل 99، زعنا كمان لل 2001 مباريات. صح دي حقيقه، وال 2002 ماتش الاهلي وزمالك احنا كسبنا فيه. لا تجربه كبيره وناجحه لما يكون عندك قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، قناه رياضيه يعني محترمه، قناه بتقدم يعني اعلام راقي واحترام للناس كلها واحترام لانفسنا الاول قبل ما يكون لاي حد تاني. فدي حاجه كبيره جدا، نسبه المشاهده اعتقد انها تتعدى الملايين الكتير قوي 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 في انحاء الجمهوريه وانحاء طبعا اكيد الوطن العربي. فبالتالي لا دي انا النهارده بقيت اتابع، حتى لو انا النهارده مش اعضاء مجلس اداره او مش مدير فني للفريق الاول، لا ده انت كمان تخلي رؤيه كبيره جدا جدا للانديه اللي في مصر كلها. يعني كل انديه بتتابع دلوقتي اللعيبه كويس، بقى في سمسرة بيبصوا على اللعيبه كويس قوي. النهارده كل يوم عندنا مليون سمسار في النادي عايز لعيبه يعيرهم في انديه ثانيه وبيتكلم بشكل كبير. فلا كل الحاجات دي طبعا يعني اكيد طبعا يعني بيفتح لك مجال ان انت النهارده تسوق لعيبتك بشكل كبير، فدي اضافه قويه جدا لينا ومبسوطين بيها طبعا. اكيد ان اللعيب اصلا اللعيب كمان بيبقى بيسوق نفسه من خلالها، فدي تجربه ناجحه وتجربه كبيره واعتقد انها رؤيه لكل الناس. يعني تتفق معايا ان كمان الضغوطات اللي بيتعرض لها اللاعب لما بيطلع الفريق الاول بنبدا نحطه فيها وهو في الناشئ، حته اذاعه المباريات والضغط والكلام ده، ان الناشئ يتعود على الوضع ده. دي نقطه مهمه كابتن اسامه، صح يعني دي فاتتني لكن هي صح، انت بتتكلم صح ان هو لما بيجي يطلع الفريق الاول وبيتفاجئ بالجماهير عدد الجماهير الكبيره وإذاعة المباراه بيبقى عليه ضغط نفسي وعليه ضغط في الملعب. بيبقى عشان كده تلاقيه دايما في اول ماتشاته بيبقى لسه ما قصرش مع الجماهير بشكل كبير، لكن لما بتتعود انك انت لا بيتذاع لك ماتشات وان بيجي لك جماهير وان ان بيشوفك يعني رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره والمدير الفني، كل الحاجات دي بتديك ثقه ان انت تقدر تكمل المشوار. يعني عايز اروح بقى لحاجه مهمه، علاقتك بقى مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني والله يعني طب بص احنا يعني سهل قوي في النادي الاهلي انك بس قبل ما تجاوب ضحكت ضحكه لا في الاول دايما بيبقى فيه يعني ايه طبعا الـ يعني كابتن مش عارفني، انا اول مره اتمرن مع كابتن فتحي. خلي بالك اول مره في حياتي من وانا في الناشئين يعني الوحيد اللي ما اتعاملتش معاه كان كابتن فتحي مبروك. لا ده انا اتعاملت معاه كتير، ما انا اتعاملت معاه كتير وانا لاعب في فريق الشباب في النادي الاهلي ومرني فتره كبيره في الفريق الاول، وحضرته كمان وهو في الفريق الاول في وقت صعب مع لما ربنا كرمنا في كاس مصر وخدنا كاس مصر سنه 2003، كان هو المدير الفني في الوقت ده كمان. لا لا انا اتمرنت مع كابتن في المنتخب مع كابتن جوهر الله يرحمه طبعا اكيد، بس شاف المهارات بتاعت كابتن فتحي. لا بص مش قادر اقول لك هو طيب جدا جدا. طبعا بيتعصب على الحاجات الغلط، يعني هو دايما ما بيعجبوش الحاجات الغلط وما بيحبش حد يضحك عليه. يعني لو انت جيت له صريح ده على الكل عشان الناس تبقى عارفه، يعني اي حد يجي له صريح ويتكلم معاه هتلاقيه بيتناقش معاه جدا، لكن هتيجي يعني تلف عليه ما بيحبش كده. ما خلي بالك بيحب كل حاجه، اي واحد بيلعب تنس هتلاقيه نفس الكلام هو عندك حق في دي كمان. يعني هو من اللعيبه الجامده جدا في التنس، بس كل ما اقول له كابتن انت بتتغلب ولا بتكسب بيقول لي بكسب. اسال الناس في النادي يقول لك بنكسب على طول كابتن فتحي، فانا مش عارف اتفرج عليه ليه بيكسب. فهو المفروض ان هو موعدني الماتش هنتفرج عليه مع تامر حفني وعلى يعني عزومه يعني المفروض. فتامر حفني كل شويه ياخر الموضوع، فقلت له يا تامر انت شكلك كده يا ابن اللذينه بتبيعني، واضح ان انت هتتغلب. قال لي يا ابني انا ما بعرفش العب تنس اصلا فانا لسه مستنيين اللعبه دي. لا بس كابتن فتحي لا علاقتي بيه دلوقتي لا الحمد لله، يعني انا بساعده في كل حاجه وهو بيديني حاجات كتير جدا، شغل كبير جدا بقى يعني الحمد لله يعني بيساعدني فيه بشكل كبير وبيديني اختصاصات بشكل كبير قوي دلوقتي الفتره ديت. يعني ودايما بنشوفك على طول موجود في المباريات مع الفرق لو في سفر على طول. دايما حتى الكابتن فتحي بيوزع المهام بينك وبينه، دي حقيقه. بلاقيه هو مثلا موجود في السويس مع فرقه، كابتن هشام موجود في اسكندريه، موجود في القاهره،
دايما بتتابع الفرقه يا كابتن هشام؟ دي من يعني فعلا انا وهو بنقعد مع بعض نقسم نشوف مين اللي يقدر يروح هنا ويقدر يروح هنا، لان انت لازم متابعه، لان في النهايه في تقييم يا كابتن اسامه للفرقه. احنا مش موضوع بنشتغل كده وخلاص، يعني هو موضوع ان في تقييم وفي لعيبه المفروض يتعمل لها عقود، مين وطبعا اللعيبه اللي هتستغنى عنها النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ممكن يبقى لهاش ليها نصيب دلوقتي في الفتره ديت، ما هي مرحله، ممكن يبقى هو اخره في المرحله دي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيبقى دايما عايز اللعيب اللي هو يقدر يتحمل الضغوطات، يقدر يتحمل بطولات، يقدر ان هو يحقق لك بطوله. انت كل اللعيبه دي انت محتاجها. لو انت النهارده اللعيبه دي ما حققتلكش المهام دي او الاختصاصات دي او الحدث ده، انت مش هتقدر تكمل، خلاص مش هتقدر. ما هو واحد وصل لمرحله مثلا 20 سنه وما بيقدرش ياخد بطوله مثلا او ما حققش مثلا في حياته انجازات كبيره، هتعمل ايه طيب؟ ما اعتقدش ان هو هيكمل الفريق الاول، ما يقدرش، ما ينفعش. فهو بيبقى مرحله، فانت لازم يبقى في تقييم فني، وطبعا اكيد سلوكيا قبل ما يكون فني وماديا. يعني لازم دايما دايما عينيكم على الفريق الاول، يعني دايما في كل كلامك يا كابتن هشام دايما بتقول الفريق الاول، الفريق الاول، الفريق الاول. يعني اول حاجه الفريق الاول، ثم بعد كده تاتي البطوله داخل قطاع الناشئين. يعني مش الاولويه ان انا اروح للبطوله وعايز اخد البطوله، وزي ما بنشوف برضو عمليه التزوير والتسنين عشان نادي او فريق يحقق بطوله، دايما هدف النادي الاهلي هو الفريق الاول، بيصنع لاعب للفريق الاول. احنا اتربينا على كده، يعني انا اتربيت في النادي الاهلي، بقول لك كان عندي 11 سنه اول ما جيت، لا اتربيت دخلت الفرقه على طول بتكسب كل الماتشات، عايزه تكسب تاخد بطوله، بس كان بروح حلوه ومنافسه شريفه وما كانش فيه غلط، ما كانش فيه اي حاجه. فالواحد اتعود انه لا بيكسب تأدي اللي عليك، وفي النهايه النتيجه بتاعت ربنا، انت مش هتكسب كل حاجه فضل. لكن اعمل اللي عليك، الناس تبقى حاسه ان انت عملت اللي عليك واديت بشرف، ربنا هيكرمك دايما، ربنا هيكرمك لو انت بتادي بشرف. فده اللي حصل. فانت النهارده لا، انت بتحقق انك تحقق اللي انت اتعودت عليه من صغرك، ان انت ازاي كافحت واصريت انك تبقى موجود مع المدربين اللي ساعدتك في حياتك عشان توصل لحته معينه. الحته دي بتحقق انجازات على مدار كتير جدا جدا. انا حققت بطولات كتير مع النادي الاهلي، هو ده الرصيد بتاعي. كم بطوله مع الفريق الاول؟ انا محقق حوالي 20 21 او 22 بطوله، مش فاكر يعني، هي 20 يا 22 اقصى حاجه. ما بينهم بقى كاس مصر، ما بينهم دوري عام، ما بينهم افريقيا، ما بينهم بطولات عربيه، سوبر هنا وسوبر هنا وسوبر هنا. البطوله الغاليه اللي عند هشام حنفي ما يقدرش ينساها، الافريقيه طبعا. بطوله افريقيه، الافريقيه طبعا اكيد، واول دوري. واول دوري، اول دوري طبعا كان بعيد عنك يا كابتن اسامه، كان بعيد عنك بفرق 11 بوند. ده كان سنه كام ده؟ 94 95 94 95. يعني كان نفس الظروف اللي احنا بنعيشها الفتره دي، كان الفرق كام بونت؟ 11 بونت. 11 بونت، 11 بونت، وكان الفرق كان ساعتها نقطتين، الماتش كان بنقطتين. فكان 11 بونت، وان انت تعود قبل الدور الثاني، كان فاضل لنا اربع ماتشات والدور الثاني كله، وتحقق البطوله بسبعه بونت. لا ده انا طلعت في وسط جيل يعني لا قوي جدا جدا جدا، ازاي يحققوا يعني روح الفينة الحمراء مش شعار، ده حقيقه، حياه بالارقام، حياه بالارقام وبالتاريخ. يا جماعه والله احنا بنتكلم كلام احنا مرينا بيه على مدار التاريخ، وانت لو انت قعدت تتكلم وانا اللي بسالك هتقول لي برضو نفس تاريخك ده يا كابتن اسامه. فده يا جماعه حقيقه موجوده بسجلات مش بكلام، احنا مش بنتكلم وبس، لا دي حاجات موجوده، مين اللي بياخد الدوري، مين اللي حقق انجازات، مين اللي حقق على مدار التاريخ كله، فلا حاجات دي مسجله. يعني عايز اسالك بقى عن نقطه التنسيق ما بينكم وبين الفريق الاول في تصعيد لاعبين. يعني شفنا ما شاء الله مصطفى شوبير، شفنا حمزه علاء، شفنا عاصم السعداني حراس مرمى بتطلع الفريق الاول، شفنا عربي بدر بيشارك برضو الفريق الاول في مباريات وديه، بيستعين دايما بلاعبين من قطاع الناشئين. كلمني عن التنسيق ده اللي دايما ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. انا زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر كابتن الخطيب هو المشرف على الكوره، فده لازم يبقى يعني موجود، يعني بغض النظر ان هو بقى رئيس نادي، لا احنا بنتكلم على مسؤوليته تجاه الكوره، فده لازم يبقى موجود. كابتن محمود طبعا بقيمته وقدره بيبقى عارف من خلال كل حاجه، من خلال الفريق الاول بيبقى عايز مين النهارده، نصعد مين، مين اللي يطلع النهارده، بالتنسيق مع كابتن فتحي مبروك. تمام. وكابتن فتحي بيتكلم معايا على طول، ومن خلال كمان كابتن اكرامي لان هو مسؤول عن حراسه المرمى. حراسه المرمى، فهو اللي بيصعد من خلال كابتن فتحي مبروك، يقول له انا وجهه نظري النهارده مثلا اسامه مكان هشام، هشام مكان اسامه. فكل ده ترتيبات، وفي النهايه بيبقى فيه كوميونيكيشن او وسيله اتصال ما بيننا وما بين الفريق الاول من خلال كابتن فتحي مبروك. تمام. اخيرا بقى وانت موجود معايا، ما ينفعش اسالك عن مباراه بكره المهمه، الاهلي وصن داونز جنوب افريقيا، شايف المباراه بكره ازاي؟ انا شايف النادي الاهلي في حالته، حاله كويسه، الحاله المعنويه العاليه، اللي هو بيلعب كوره لاخر لحظه. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو بكره باذن الله يقدر يكسب لنواحي كتير قوي يا كابتن اسامه. ملعب كويس، جمهور محترم هناك، وانت لعبت في الاجواء دي وانا لعبت في الاجواء دي، في اجواء كوره
يعني دي اجواء كوره تقدر تلعب فيها بشكل كبير. لعبت انت كتير مع سان داونز الحمد لله، وانا لعبت مع سان داونز كتير، فالنادي الاهلي حافظهم. اه هم طبعا تطوروا في ادائهم بشكل كبير، لكن مش اللعيبه اللي هم الشرسه في الملعب، مش اللعيبه اللي تخاف منهم، من جمهورهم، من الملعب نفسهم. كاللعيبه اللعيبه مش مؤذيه في الملعب يا كابتن اسامه، عندهم روح في الملعب. فانا شايف ان النادي الاهلي في حاله دلوقتي معنويه عاليه، حاله فنيه عاليه، في تطوير في اداء الفرقه بشكل كبير جدا جدا، تطوير في اداء اللعيبه بشكل كبير جدا. انا شايف ان الراجل بكره هيلعب يقدر يكسب المباراه بكره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ونورتنا، شرفت بيك دايما يا كابتن اسامه والله. في النهايه بشكر ضيف اللي كان مشرفني ونورني النهارده كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بكره ان شاء الله تحدي مهم وقوي امام النادي الاهلي، مباراه صن داونز جنوب افريقيا، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق للاعبين والجهاز الفني. بالارقام والتاريخ هنفضل احنا ملوك القاره السمراء. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.